يعني انا المفروض الان مخلصه ثالثه وطالعه على رابعه، لكن بسبب الظروف اللي صارت فانا الان مضطره اني ابدا ثالثه من اول وجديد. يعني سنه كامله راحت علينا، مش بس انا وكثير من طلاب قطاع غزه. طبعا لا في نفسيه منيحه انك تخليك تركز اساسا وتتبع تدرس منيح، ما في طاقه اساسا، كل شوي انت بمكان، انت الان قاعد موجود في مكان مش عارف كمان شوي وين حتروح. أبسط أحلامنا إنه ترجع حياتنا طبيعية، نعيش زي الباقيين. يعني أبسط حقوقنا الآن مثلاً إنه التعليم، هذا حق يعني مفروض يكون حق مكتسب لدى الجميع، لكن إحنا الآن هذا بالنسبة إلنا إشي كبير، حلم إنك ترجع جامعتك، تقعد في قاعتك، تشوف دكتورك، تحضر محاضراتك، تشوف زملائك، تشوف صحباتك، لأن أنت مش تقريباً مش عارف ولا أي إشي عن أي حدا.